سامحتي انا وف مدري يوم نوف نوف الهوى غلاب والبنت طرقه وطخمه خيشتني قالت اقدم ولا يطريك خوف خوف غير انا وامي بهالبيت تقول غرمه ما تبوي ولا لي اخوان وامي ما تشوف قلت يا ربي عساها حقيقه ربما قلت يا ربي عساها حقيقه ربما ربما وجبرتني للضيافه وانا ماني ضيوف ضيف لا بيجوع باين ولا فيه وبما قلت هرجي يا بنت قلبي على هرجك له بزينها من فمك لعل فمك يسلم قالت انت خبل مرجول ما فيك معروف حسب تفكيري وعرفي وربك يعلم قلت في رجه بس ما هو مرض رجه ظروف وادري ان الناس بعقولها ما هي سوى قالت العجوزه كيف قلت العجوزه في ذلو فالعجائز المحبين سلطه من سمع قالت بسمعها سمع لا يمكن هرجه الطوف وانت وحظك يا تسمعك ولا تسلم ومثل ما قال المثل يتعب من تمخلوف جت على الاصوات ما كناها فيها عمل يتخبط راسها ابيض من الراس الخروف ووجهها يخلع مثل وجه مصاصه أدمى والسنون اثنين كناك تطالع في بلوف واحده مدفع حناكها وواحد بلجمة قالت من اللي طقت قهنيه قلت نوف عشر قاصر شوفها ولا ما فيها عم الله انه لا يسمحك يا نوف ما ادري يوم نوف الهوى غلاب والبنك